من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أجابه الله سبحانه وبحمده بفضله ومنه وواسع كرمه وجزيل إحسانه في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وقال بيده يقللها اي اشار بيده قللوا هذه الساعه زمانا والساعه المقصود بها في الحديث هو البرهه من الوقت وليس الساعه الاصطلاحيه التي هي ستون دقيقه